قبل ما أبدأ بأي سؤال أريد أعرف رأيك باللعبة، أريد أعرف شلون كان مستوى منتخبنا، مدربنا، شلون كان. يعني بصراحة أحزن وأهلم، لكن منو تسبب بهذا الموضوع؟ الخلل وين؟ الخلل بالمدرب، الخلل باللاعبين، الخلل بالحكم. يعني هاليوم نحن نشوف أغلب العراقيين ألم وحزن وقهر وكأنه فد شيء. يعني والله العظيم شفنا اللحمة الوطنية بالقطر وبالدوحة، وشفنا التشجيع وكل شيء، كانت الإمكانيات متوفرة لمنتخبنا، ولده ما كانوا بوضعهم الطبيعي. أغلب اللاعبين ما قدموا مستواهم الحقيقي. يعني كنا نتأمل كشارع رياضة كانت لنا ثقة كبيرة بالفريق إنه يوصل لمدايات بعيدة، بس كان تحضير اللاعبين يعني ما بي حماس، ما بي قوة، بحيث أنت كمشاهد تتفاجئ بمستواهم يعني بالمباريات. يعني كان المفروض يقدموا مستوى أفضل.